سيوا استثمار الفكاوي من 40 مليون درهم لرسم 2022 إلى 44.7 مليون درهم لرسم سنة 2023، كما ستساهم وزارة الجيش بالماء في دعم الوكالة في إنجاز أنشطتها بمبلغ 28 مليون درهم لرسم سنة 2023. التوصية الثانية، العمل على تقوية الشراكات مع الوزارة المعنية في المنطقة بغية الوصول إلى الاتحاد يوم الاندماج الذي يسعى إليه البرنامج الحكومي وفقا لمضامين نموذج التنموي الجديد وتوجيهات صاحب الجلالة نصر الله. حال تقدم هذه التوصية، تم تعزيز إطار الشراكة عن طريق اقتراح 6 مشاريع اتفاقية لرسم سنة 2023 تهدف بالخصوص إلى تتبع وتقييم الموارد المالية والحماية من الفيضانات وإزالة التوحد وصيانة السدود وكذلك تحلية البحر. التوصية الثالثة، مواصلة مجهودات تحسين المؤشرات المالية خصوصا فيما يتعلق بنسبة التزام والأداء والعمل على تفادي التراكم المنقولات والانخراط للقليزيات الماشية مع متغيرات القانون التنظيمي المالية الذي حدد نسبة 30% بالنسبة للميزانية العامة. في هذه التوصية قامت الوكالة بمضاعفة مجهوداتها يعني من أجل تحسين نسبة الالتزام والأداء حيث انتقل مجموع الالتزام إلى غاية 31 جندي من 70 مليون درهم برسم سنة 2021 إلى 84 درهم برسم سنة 2022، كما انتقل رشد الأداء بين سنتي 2021 و 2022 من 55% إلى 58% من مجموع الاعتمادات ومن 61 إلى 71% من مجموع الاعتمادات المتزامنة. وستعمل الوكالة إن شاء الله سنة 2023 على تحسين مؤشراتها وتنفيذ جميع البرامج التي تم اقتراحها في مشروع ميزانيتها، خصوصا تلك المتعلقة بتبادل تراكم المنقولات والانخراط في التقليصيات إلى ما يدون 30%. التوصية الرابعة، دعم جميع الأطراف المالية في الالتزامات المالية وأداء الأدوات المستحقة للوكالة حتى يتسنى لها تنفيذ برنامج عملها في أحسن الظروف. في هذه التوصية قد تم الوفاء بجميع الالتزامات المالية للشركاء والأطراف المعنيين في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة والمتعلقة بأنشطة واختصاصات الوكالة برسم سنتي 2021 و2022، كما قامت أيضا الوكالة برسم 2022 باستخلاص أكثر من 95% من الأدوات المستحقة والباقي 400 مليون درهم، وذلك دون احتساب إثاوات المعصاري الشرب المتعلقة بكميات الماء المجلوبة والبالغة 2.78 مليون درهم، والتي تم التوصل بها خلال نهاية هذا الشهر بعد أن قامت بمراسلة المكتب التذكيري بها. ويبقى الإشكال الحقيقي للإثاوة المستحقة وتلك المتعلقة بالمياه السقي والتي بلغ مجموعها حوالي 13 مليون درهم منذ سنة 2005 إلى غير نهاية 2022، والتي تتطلب إيجاد حل جذري على الصعيد الوطني. خامسا، تفعيل مبدأ الملوث المؤدي واستخلاص المناخ المخولة للوكالة من طرف القانون المالي. عملت الوكالة خلال سنة 2022 على تكثيف حملات المراقبة حيث تم إطلاق عملية جر الآبار على مستوى منطقة نفوذ الوكالة، والتي بلغ الغير مرخص منها أكثر من 31,500 بئر بنسبة تفوق 98%. وستعمل الوكالة على مواصلة مجهوداتها في مراقبة الليل في العام المالي ومحاربة التلوث برسم 2023 من أجل الرفع من مداخيل المخولة للوكالة. ننتقل إلى الحالة الهيدرولوجية لسنة 2021-2022 ولفترة ممتدة من نهاية شتنبر 2022 إلى متن جانفي 2023. لقد عرفت 6 سقطات مطرية خلال السنة الهيدرولوجية 2023-2022 أعج إجمالي بلغ ناقص 47%، بحيث لم يصل معدل التساقطات إلى 628، بحيث هذا المعدل يبلغ في 622. أما بالنسبة للفترة من 1 شتنبر 2022 إلى 30 يناير 2023 فقد بلغت معدل التساقطات على صعيد الحوض حوالي 326، ورغم التساقطات المهمة لكن يبقى هذا المعدل يبقى تسجيل عجز بنسبة ناقص 14.4%، لكن هذه التساقطات تفوق التساقطات التي تم تسجيلها خلال السنة الفارقة
تقريبا الدنيا 26%. الواردات المالية لقد عرفت الواردات المالية على غرار تساقطات عجل مهم جدا خلال السنة الماضية، بحيث لم تكثر الواردات المسجلة والسجون الكبرى على صعيد منطقة نفوذ الوكالة إلا 165.3 مليون متر مكعب، بحيث مقارنة بوحدات 182% ومقارنة بالسنة الخارطة 98%، حين في حين أن الفترة الممتدة من 1 شباط 2022 إلى غاية 30 جانفي 2022 بلغت الواردات في السدود حوالي 407.4، أي تقريبا مقارنة بمعدل 6%، وهذا إيجابي. ومقارنة بالسنة الماضية فقد كانت أكثر من 20 مرة. بالنسبة للواردات المالية السطحية رغم تسجيل أزمة مستوى الواردات الأسمية إلى أن الواردات الحالية للسد هي 90%، وفي المبيان الأول والثاني يبين بأن خلال 10 سنوات الأخيرة فإننا نعيش فترة جافة خصوصا بالأحوال الشرقية النقول واللي نقدروا نقارنوها بالعشرية ديال 1980-1990 من حيث النقص في الواردات. الحالة الوطنية اللي تسجلت خلال السنة الفارطة أثرت أيضا على الفرشاة المالية، بحيث عرفت تقريبا جل شوط الفرشاة المالية في المنطقة هبوط في المستوى اللي تراوح تقريبا في المتوسط ما بين 0.88 سنتيمتر و 0.40 سنتيمتر. بالنسبة للتساقطات اللي تشكلت خلال الفترة من 1 شباط إلى غاية جانفي، فقد انعشت شي شوية هذه الفرشاة المالية بحيث رغبات بعد التحسن، مما أدى إلى ارتفاع في منسوبات المياه الجوفية. حصيلة إنجاز ميزانية سنة 2021 بالنسبة للمداخيل، فإن المداخيل بالنسبة للمداخيل فإن وكالة الحوض سجلت 45.2 مليون درهم، كانت أهم ما فيها هي الإعانة الدولة والأتاول جلب المال. أما رصيد الوكالة إلى غاية 21 جانفي 2021 فبلغ 14.4 مليون درهم، ومجموع المصاريف كان هو 42.56 والمداخل 56.71 مليون درهم. بالنسبة لحصيلة إنجاز ميزانية 2021 فإن اعتمادات الترحيل من 2021 بلغت 16.3 مليون، الاعتمادات المفتوحة برسم سنة 2021 بلغت 56.6، والاعتمادات المدعمة ما بين 2020 و2021 25.29، واعتمادات الالتزام برسم سنة 2022 هي 12%. المجموع التزامات كان هو 70.129، والأداءات هي 48.55 مليون. حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنتين 2021-2022. حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنتين 2021-2022 تتمحور إنجاز الوكالة على النقاط التالية: تدبير وتسمين الموارد المالية، تقييم وتتبع الموارد المالية، تخطيط الموارد المالية، حماية والحفاظ على الموارد المالية، إصلاح وصيانة السدود، الوقاية من الفيضانات، تدبير للعموم المالي، والإجراءات المواكبة. بالنسبة للاستعمالات، فقد تم تلبية جميع الحاجات المالية خلال السنة الأولوجية 2021-2022 دون تسجيل أي حاجة، بحيث ما الشروط تعطات تقريبا 153.29 مليون متر مكعب، بالنسبة للسقف 185، المجموع كان هو 356 مليون. بالنسبة للفترة الممتدة من 1 شباط 2022 إلى غاية 31 جانفي 2022، الماء الشارو أعطينا 46.96، وبالنسبة للسقف 45.95، بالنسبة للطاقة 38.60، والإفراغات الأخرى بلغت تقريبا 20 مليون.
مليار دولار المجموع ديالو هو 112.8 مليون من الدولار. حالة مال السوق لقد بلغت حالة مال السوق إلى غير 30 مليار في 2023 حوالي 59%، أي بما مجموعه مليار و800 مليون دون احتساب الربح على السوق العروض. إذا ومقارنة بالسنة الماضية كنا في 52%، أي 893.3 مليون، أي النسبة الحالية هي تقريبا أحسن من نسبة السنة الماضية بحوالي 7%، والحمد لله. التزويد بمصالح الشرطة في سنة 2022-2023 سيتم إن شاء الله تلبية جميع حاجيات الماء الشارف لجميع المناطق ولجميع المنظومات في ظروف عادية، حيث بالنسبة للتطوان فالمخزون المتوفر بالسدود هو 177، الاحتياجات 39، بالنسبة للرمشة عندنا 76.4 هي المخزون بالسدود زائد 150.6 نسبة الخضرو، وعندنا 90 مليون مع احتياجات مع أخذ بالاعتبار تحويلات من دار الكوفة. إذا سيتم إن شاء الله تلبية جميع حاجيات طنجة الأصيلة في ظروف عادية. بالنسبة للنفوس عندنا 715 مخزون، أما احتياجات مع صالح الشرب هي 26، مما سيمكننا من تلبية احتياجات مع الشرب شفتاوي 12.1 زائد راس العين واحتياجات 5 والتلبية تكون ظروف عادية. حسين أو المراكز المتطورة 5.1% زائد مليان جوفية أو محطة تحلية احتياجات 10 تلبية إن شاء الله غادي تكون ظروف عادية. تلبيس 1.2 زائد الأطفال وزائد أخذ بالاعتبار تحويلات من منظومة الحسيمة، إذا التلبية غادي تكون إن شاء الله ظروف عادية. وموازنة بعد ذلك تقوم الوكالة بتأمين حاجة من الشرب في طنجة الكبرى لإنجاز دراسة متعلقة بالتدبير المندرج للموارد المالية لمصدرين طنجة والنفوس، ذلك بكلفة إجمالية بلغت 1.2 مليون درهم.